اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. بعد نقاشات طويله وبعد انتظار طويل والحديث عن الموازنه وخروج الموازنه واستظهار الموازنه والحكومه تعد الموازنه، وبالتالي تظهر الموازنه وهي تشبه كل الموازنات السابقه، فيها عجز كبير جدا جدا. العجز الآن ربما أكبر، يعني حجم العجز ربما يزيد مرتين عن حجم المال المتوفر لهذه الموازنة وكل ديون، وهم يتحدثون عن 134 مليار دولار ديون داخلية وخارجية، والمبلغ أكبر من هذا بكثير. والعراق يعني من سيء إلى أسوأ، وليس لديه سياسة اقتصادية. كل ما يفعلونه خلال هذه الفترة هو محاولات الاستدانة والاقتراض من هنا وهنا، ولملمة ما يأتيهم من واردات النفط لكي يوفروا أموال تكفي لرواتب الموظفين والمتقاعدين. هذا أكثر ما يمكن يعني مما فعلوه، هذا أكثر ما فعلوه يعني، ويتحدثون عن هذا، يقولون هذا سياسة اقتصادية. أين السياسة الاقتصادية في مثل هذا الجهل وهذا الخراب وهذا التدمير الذي أوصل العراق؟ ويتهمون الحكومات السابقة، يعني الحكومة الحالية حكومة الكاظمي تتهم الحكومات السابقة بأنها السبب فيما وصل إليه العراق، وإذا كان هذا صحيح وأنا معهم صحيح، ماذا فعلتم أنتم؟ لماذا لا تقدمون كل الحكومات السابقة إلى القضاء؟ لماذا لا تقودونهم إلى ساحات القضاء؟ هم وأحزابهم، إذا كنتم نظاما وطنيا وتحرصون على المواطن وجئتم لتلبية إرادة المواطنين، هذا واقع الحال. إذن أنتم جئتم بتوافق مع هذه الأحزاب الفاسدة، مع هذه القوى الفاسدة وقد أعلنتها، وبالتالي لا تستطيعون التحرك إلا بموافقة هذه الأحزاب، وأنتم جزء منها. والخراب الذي عم العراق من عام 2003 للحظة التي توليتم فيها الحكم، أنتم جزء منه وتكملون مسيرته للبقاء على عملية سياسية لم تأتي للعراق إلا بالويلات والخراب والكارثة الكبيرة. هذا واقع الحال. في عموما في هذه الموازنة هناك تخصيصات للمحافظات. المضحك المبكي في كل هذه التخصيصات التي جرت في الموازنات، عندما تنظر إلى المحافظات وتخصيصاتها ستجد نفس النفس الطائفي والسياسة الطائفية البغيضة، وأقولها المرة الثانية والعاشرة، البغيضة، سياسات بغيضة، سياسات أقل ما يقال عنها دونية في التعامل مع العراقيين، وأنت تكتشفها بشكل بسيط جدا. يعني في هذه الموازنة يتحدثون عن تخصيصات طبعا هم رفعوا الوزارات، قالوا الوزارات ليس لها علاقة، الأموال نعطيها إلى الحكومات المحلية، حكومات المحافظات هي التي تقوم بمشاريعها. ما خصص مثلا لمحافظة نينوى وهي ثاني أكبر مدينة في العراق بعد بغداد، خصص لها 30 مليار دينار، 30 مليار دينار خصص لها. في نفس الوقت خصص لمحافظة بابل التي لا تساوي 10% من الموصل، وهذا ليس انتقاصا من بابل، بابل محافظة عراقية وهم أهلنا ونحن جزء منهم وهم جزء منا، البصرة ونيسان والعمارة والرمادي وديالة كلهم، لكن النفس والأحزاب التي تتصرف بهذه الرؤية لكي يفرقوا العراقيين. ما خصص لبابل 220 مليار دينار، وما خصص لمحافظة ميسان اللي هي أصغر وأصغر 101 مليار دينار. من المسؤول؟ يعني الآن عليهم أن يقولوا لي من المسؤول عن هذا التباين الحاصل في توزيع الموارد المالية، يعني في الموازنات على المحافظات؟ من؟ نينوى مدينة مدمرة، مدينة منكوبة، حال الرمادي وحال صلاح الدين وأكثر ربما في نينوى، مدينة يعني تحتاج ليس إلى 30 مليار دينار، تحتاج إلى 30 مليار دولار لكي تقف مرة أخرى على أقدامها. أهلها كلهم نازحين، والمدينة مدمرة بشكل كامل، لا مستشفيات، لا مدارس، لا مراكز صحية، لا
مراكز اجتماعية، لا خدمات، كل شيء معدوم لديهم. 30 مليار دينار يخصصون لمحافظة نينوى المدينة المنكوبة، وهذه نفس التخصيصات وقلب كثير للأنبار ولصلاح الدين وغيرها. من المسؤول عن هذه السياسة وكيف يمكن تفسير هذه السياسة؟ هذا ليس حديثا طائفيا، لكي لا يخرج علينا أحد يتحدث يقول تتحدثون بلغة طائفية. ليس حديثا طائفيا، هذا توصيف للحال، توصيف لواقع يجري الآن. إذا كنتم تعترضون لا تقولوا طائفي وغير طائفي، قل لي هذا الكلام صحيح لو خطأ. هذا الكلام هو الموجود، هذه التخصيصات كيف تفسره؟ أعطيني تفسير مقنع للعراقيين كلهم شيعة وسنة. الشيعة يقبلون بهذا الكلام؟ لا يقبلون، هم عراق، هم من أهل العراق، كل واحد منهم مواطن عراقي، لا يقبل. يريد مثل ما في البصرة، يريد مثل ما في نحن نبكي على البصرة، هذه البصرة التي تقدم كل هذه الموارد وهي حالها أسوأ حال، ونبكي على العمارة، ونبكي على الناصرية، ذي قار هذه المدينة، تاريخها وعراقتها وشعبها الطيب ما زالت خدماتها معدومة، والكهرباء مقطوعة، وهكذا بالنسبة لكل المدن. لكن المواطن في البصرة يريد للمواطن في الموصل وفي الرمادي مثل ما يريد لنفسه. المواطن في الرمادي يريد لابن ديالة وابن ميسان وابن الديوانية نفس الشيء. لماذا تعاني الديوانية من الفقر بهذا الشكل؟ من المسؤول؟ هذه التخصيصات أين تذهب وكيف تخصص وفق أي سياسة؟ إذن هناك أحزاب وقوى هي التي تتحكم في هذه السياسة، هذا واقع الحال. فبالتالي تتصرفون مع الناس، هذه السياسات تتصرف مع الناس وفق رؤية ومنهج طائفي يدمر العراق، يمزق العراق ويفرق العراقيين. السياسات هي التي تجمع الناس، المنهج الوطني، الإطار الوطني هو الذي يجمع الناس، الذي يجعل الناس كلهم سواسية والقانون واحد. لكن أن تتصرف بهذا الشكل وتخصصنا وتخصصنا لتضحك على العالم بهذه الطريقة غير مقبولة، والناس بدأت تعرف هذا. وهذا مرة أخرى ليس حديثا طائفيا، هذا حديث لوصف واقع يجري في العراق. هذا واقع العراق، هذا الذي يقولون عليه العراق الجديد. إلى هذا الدرك وصل، تخصص بهذا الشكل، من المسؤول؟ من المسؤول؟ وكيف هذه المدن التي دمرت بهذه القسوة ستقوم على أقدامها مرة أخرى؟ كيف؟ وهذا البلد من فساد إلى فساد، ومن خراب إلى خراب، ومن إفلاس إلى إفلاس مع الأسف الشديد. واقع العراق يحتاج إلى أن يتغير كل هذا، أن يزاح كل هذا، أن تزاح هذه العملية السياسية بكل أحزابها وكل قواها، ويعاد تشكيل العراق وفق نظام وطني، وفق نظام وطني يعرف مصالح العراقيين ويرعى مصالح العراقيين ويرعى استقلال العراق وسيادته، ويعامل الناس سواسية، والقانون هو الفيصل وهو الحكم. هذا هو المطلوب للعراق والعراقيين، ولن يحقق هذا إلا أهل العراق. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير.